محمد صلاح طبعا شير الجزء اللي هو بتاع اللي هو انت احنا خايفين نأمن اللي في الوش. لا ده طبعا فخر العرب، ده يعني في حتة تانية ان هو اصلا بيتفرج على المسلسل. انا اتبسطت قوي. بعتيله رسالة بقى كده على الهوا. انا هو اوريدي قال لي وبعت لي، وانا قلت له احلى حاجه حصلت لي، فانا بقول له تاني ان انت بتشوف المسلسل دي حاجه كبيره قوي، وبس احنا فخورين بيك قوي، مش انا اللي محتاجه اقول يعني.